بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وحبيبنا رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يرفع السيد ياسين علاف أذان الجمعة في الثالث من ربيع الثاني سنة 99 و300 ألف من هجرة المصطفى عليه وآله الصلاة والسلام، الموافق للثاني من آذار سنة 79 و900 ألف. وبعد الأذان ننصت إلى فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى، يخطب علينا في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل اتباعه علامة على محبة الله، وكذلك على محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم، يقول للمصطفى عليه وآله الصلاة والسلام: قل يا رسول الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتفرق بأخلاقه إلى يوم الدين. وصلى الله عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المسلمون، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. معشر المسلمين، معشر المؤمنين، معشر المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معشر المتبعين لهديه، اسمعوا واصرحوا وتخلقوا بأخلاقه وعاداته وسيرته، لعلكم أن تنالوا محبة الله تعالى ومغفرته. كل من ادعى محبة الله
الدعوى لا بد من بينة، وبينته اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يا ترى من اي زاوية نتكلم على هذه الشخصية التي تراكمت امواج صفاتها، فلم يستطع العوم في بحرها، الا اننا نتكلم على زاوية من زوايا صفاته، وهي نظافته وهي جماله. معشر المسلمين، كان صلى الله عليه وسلم أنظف الناس بدنا، وأنظف الناس ثيابا، وأنظف الناس بيتا، وأنظف الناس مجلسا. اسمع ما يقول تلميذه وخادمه وهو أنس رضي الله عنه، يقول: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. تصور هذه الشخصية في مخيلتك أيها المسلم أيها المحب. كان وجه رسول الله أزهر اللون، عيناه مدعجات مكحلات، ووجهه مدور واسع ما بين المنكبين، بلغ شعره إلى أذنيه. ارسم في قلبك تلك الشخصية بعد أن تنظف قلبك من صور انطبعت عليها صور منذ عشرات السنين. اسمع: وكذلك تحلى بهذه الصفات، وتذكر دائما تلك الشخصية، وقل: رسمتك يا حبيبي في خيالي، ولم أرسم سواك في لوح بالي. وانظر إلى أم المؤمنين السيدة عائشة عندما كانت تنظر في وجه رسول الله، تقول: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، وأجمل منك لم تلد النساء. كان عليه الصلاة والسلام يحث على المظافر ويأمر بها، وينهى عن الوساخة. لذلك كان يقول: الإسلام نظيف فتنظف، ولا يدخل الجنة إلا نظيف. إن الإسلام نظيف فتنظف، ولا يدخل الجنة إلا نظيف. حقيقة، لأن الملائكة تقف على أبواب الجنة وتقول لهؤلاء الضيوف، ضيوف الرحمن، عندما يدخلون الجنة يقولون لهم مستقبلين إياهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم. كان يحث على الأشياء الدقيقة لنظافتها. أين الذين يحبون النظافة في العالم؟ هو رسول النظافة، هو رسول الجمال، هو رسول الكمال، هو رسول الإسلام، هذا الإسلام العالمي الحقيقي. تأسى به أيها المسلم واجعله قدوة لك إن كنت تحب الله، فابتدئ من الأشياء الدقيقة. كان عليه الصلاة والسلام يقول: الوضوء قبل الطعام وبعده بركة، وليس المراد من الوضوء الشرعي الذي يشتاق للصلاة، ولكن وضوء لغوي وهو غسل اليدين قبل الطعام، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم له طعام فقالوا له: هلا
الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين قبل الطعام هذه بركة وسنة. والطب في العالم خدم هذه القواعد لأن حكم وقواعد رسول الله يموتون، وجاء الطب في القرن العشرين يشرح هذه القواعد التي سنها رسول الإنسانية وهذه البشرية. رسول الأطباء وسيدهم الوضوء قبل الطعام. يستغرب الطبيب عندما يرى إنسانا متبعا لهدي رسول الله يغسل يديه قبل الطعام. هذا يعرفها الطبيب لأن اليدين قد امتلأتا جراثيم وميكروبات فيغسلهما. وكذلك من السنة أن لا تنشف يديك أيها المسلم، ربما يكون في هذه المنشفة وفي هذا المنديل برد الجراثيم، فأقبل على الماء وقد غسلت يديك. هذه قواعد رسول الله. اسمع يا أخي، أين كان الطب في أوروبا وأمريكا؟ لم تكتشف. كانت أمريكا كانت في العالم المجهول، وكانت أوروبا تبيع قراها بعمالها وحوانيتها وحيواناتها. ورسول الإنسانية ينادي بالطب وبالنظافة، نظافة اليدين قبل الطعام وكذلك بعده. ثم بعدئذ لعلك أن تتابع الحديث وتأخذ سنن الطب والأطباء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك انتقل إلى تنظيف الفم، لعلك أن تسمع علماء طب الأسنان كيف ينصحون مرضاهم بأن ينظفوا أسنانهم. بعود الأراك. وقد أجمع علماء طب المخابر فأجروا في مخابرهم تلك العملية الناجحة، وذلك طحنوا عودا من الأراك وزرعوه في مخبرة، وهكذا أداروا على مزرعة جراثيم وميكروبات. وكذلك وضعوا المحيق والمعادين التي تضعها في الفرشاه على فمك 24 ساعة، فإذا بهذه الجراثيم التي وضع بقربها هذا الفتاة من الأراك ماتت بأجمعها. وأما الجراثيم التي زرعت في ذلك المخبر ووضع عليها المعادين التي يزعم تجارها أنها مفيدة للجراثيم، فإذا بها قد زادت وتضاعفت إلى الملايين. من اكتشف هذا المسواك ومن أخبر عنه؟ الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه عالم السماء، معلم الأولين والآخرين، علام الغيب. سبحانك يا عظيم، قد علمت نبيك وحبيبك وأدخلته مدرستك الإلهية، فعلمته ما لم يكن يعلم، علمته علوما حتى تخطب. أطباء الأسنان اكتشفوا في هذا العود عناصر مضيدة للجراثيم والميكروبات، فيه المادة العطرية قابلة للجراثيم وهي مزيلة القرح للأسنان وسواده. لذلك عندما تتسوق بعود الأراك اغسله، وضع فرشاته إلى الأسفل. هذا توجيه رسول الله للمسلمين الذين يحبون النظافة ولا يعلمون شيئا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تعشقوا للحضارة الأمريكية والأوروبية والشرقية لأنهم جهلوا هدي نبي الله في نظافته، فهو يحس على النظافة. وهكذا يكره الناس في الوساخة في اليدين وكذلك في الفم.
مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم من رائحة، مطهرة للفم من جراثيمه ومكروباته. وقد عد علماء طب الأسنان أن في الفم 72 نوع من الجراثيم من المكروبات، وكل نوع لا يعلم عدده إلا الله. لذلك هذا الذي لا يتسوق تراه مبتلى كثيرا في مرض اللوزتين، لا يتسوق، تبقى هناك تجمعات من الملايين من جيوش الجراثيم والمكروبات في فم هذا الإنسان. ولذلك دائما يذهب إلى الطب لعله يعطونه دواء لمرض اللوزتين. فلو تسوق قبل النوم وكذلك بعده وعند كل وضوء كما أرشد سيد الأطباء هو رسول الله، لما أصبت بمرض الأسنان ولا باللوزتين ولا بجميع أمراض الفم. نبي الطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يتسوق قبل النوم وبعده وعند الصلاة وعند الوضوء. إذا تكلم خرج نور من فمه عليه الصلاة والسلام، وإذا تبسم ظهر برق في الجدران. هنيئا لمن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، أيها المحبون الذين يحبون الله ورسوله، الذين يحبونه ويتبعون نهجه، اسمع وصفه كيف يدعو الى النظافة. تكلم رسول الإنسانية قبل 14 قرنا والناس في ظلمات وفي جهل عظيم. دعا لنظافة اليدين قبل الطعام، ودعا للنظافة من حيث فمك، ثم دعاك الى نظافة بدنك، نظافة البدن، وذلك ان تغسل جسمك في الاسبوع مرة او مرتين. ولذلك قال الغسل واجب على كل محتلم. وكذلك لا تجتمع النظافة ولا الجراثيم في آن واحد. أين الذين ينادون في أسبوع النظافة لعلهم يسمعون هدي رسول الله؟ أسبوع النظافة سن هذا القانون الأوروبيون، وذلك لأنهم ليس عندهم نظافة. والله لو اطلعت على بيوتهم لرأيتها كأن اسطبل الدواب. الإسرة مفككة، بنت الرجل إذا بلغت الحلم تترك بيت أبيها، وكذلك الشاب. فيبقى العجوز وهكذا العجوز ليس لهم أنيس، فيأنسون بالكلاب. الكلاب والجنس يألفه الجنس. لذلك ترى الكلب في بيتهم يبول على السجاد وينام مع صاحبه، وكم يفرح إذا بال على سجاد بيته. ورسول الإنسانية عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. فنظفوا أفنيتكم أي بيوتكم ولا تتشبهوا باليهود، لأن رائحة بيوتهم من مهما عطروها فهي كريهة. نظفوا أفنيتكم، لأن البيت المسلم مسجد طاهر نظيف، فإذا دخلته صليت فيه ركعتين. وأما العادة التي اعتادها بعض المسلمين وأخذوها من أوروبا بعد أن تركوا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تراهم ولا سيما في فصل الشتاء يدخلون البيوت في أحذيتهم ويعتبرون أن هذا من الحضارة. وأين الحضارة التي تناهض النظافة؟ الحضارة هي النظافة. رسول الله صلى
هو رسول الحضارة، هو رسول النظافة، هو رسول العلم، هو رسول السلام، هو رسول الأخلاق صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، ينبغي أن يكون بيتك كما أوصاك رسول الإنسانية وهذه البشرية أن يكون لطيفا، لطفوا أفئدتكم. فمهما كان إنسان له مرتبة كما يزعم، مرتبة اجتماعية، وأراد أن يدخل بيتك في حذائه فامنعه. وكذلك على المرأة المتحضرة أن يكون بيتها نظيفا. فكر وانظر إلى بيت يدخل أهله إلى ذلك البيت بأحذيتهم، ولا سيما في فصل الشتاء. كيف وصف هذا البيت، وكيف رائحته، وكيف منظره؟ والبيت الذي نظيفا، رائحته طيبة، منور، يصلى فيه ويكون كالمسجد، كما أرشدنا إلى ذلك رسول الله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا بل صلوا فيها وتعبدوا الله. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون له في غرفته مكانا كالمحراب، يصلي فيه وزوجه. وهكذا رب الأسرة لما ترى أفراد الأسرة رئيسهم وربهم يصلي في هذا المحراب، لا بد وأن يحذو حذوه ويقتدوا بهديه. معشر المسلمين، نظافة في اليدين، نظافة في الفم، نظافة بعد الطعام، نظافة في البيت، نظافة في المسجد، نظافة في الجسم. ولذلك اسمع يا من يأتي إلى صلاة الجمعة، يا من يأتي إلى ربه ويريد أن يزور ربه في بيته، اسمع نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى الشخصيات إذا ما أرادوا زيارة زعيم أو ملك لا بد وأن يكتب اسمه في سجل التشريفات، ثم يسمح لهم بالدخول على الملك أو الزعيم الصغير. فكيف بالملك الكبير؟ اسمع، اسمع وسجل نفسك بسجل التشريفات، وذلك بصحائف الملائكة، لأن الملائكة عندما يؤذن المؤذن يوم الجمعة يتقف الملائكة وبأيديهم أقلام من الذهب وصحائف من الفضة يكتبون الأول فالأول. فإذا صعد الخطيب المنبر جلست تستمع، فلا تكتب هذا الإنسان المتأخر فهو متأخر. اسمع، إذا أردت أن تكون مدعوا يوم الجمعة إلى بيت ملك الملوك، قم بهذه السنن النبوية المحمدية صلى الله عليك يا نبي الإنسانية. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم وفيه قبض وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. أعمالك حتى غسل الجمعة معروض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من حيث نظافتك يوم الجمعة فيقول سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل وفكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، كان له بكل خطة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أيها المسلم، عندما تخرج من بيتك إلى بيت الله في أحد صلوات الخمس لك بكل خطوة 10 حسنات، ويمحو الله لك 10 سيئات. وأما يوم الجمعة، إذا اغتسلت يوم الجمعة وخرجت من بيتك إلى بيت الله، ليس لك بكل خطوة 10 حسنات، ولكن لك بكل خطوة عمل سنة. وأي سنة؟ باللغو وباللغو أن سنة كشهر رمضان، صيام وقيام. عمل سنة أجر صيامها وقيامها، عمل سنة أجر صيامها وقيامها إذا اغتسلت يوم الجمعة. أين هؤلاء الذين يدعون محبة الله ومحبة رسول
الله يأتون يوم الجمعة ويريدون أن يتوضأوا. وقد ذكر لي بعض المصلين، صلى أمامه إنسان ولما سجد هذا الذي يصلى وراءه فإذا برائحة رجليه كادت تصعب هذا الإنسان من كراهية هذه رائحة الرجلين. هكذا الإسلام، الإسلام نظيف. هل جاء إلى صلاة الجمعة ولم يتوضأ؟ أم له جراب قد مر عليه عشرات السنين؟ تعلم النظافة. يا من يدعي الإسلام، يا من يدعي الإيمان، يا من يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ينبغي رائحة رجليك أيها المسلم. إن الإسلام نظيف يحب النظافة، الإسلام نظيف يحب النظافة. ولا يدخل الجنة إلا نظيف. تأتي إلى بيت الله، أنك مدعو من قبل الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أمرك يا رب العالمين، اغتسل يوم الجمعة، وتسوق بعود الأراك، وتطيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الطيبين. كان إذا صافحه إنسان كما يقول أنس، ما شممت ريحا ولا طيبا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا صافحه الإنسان يبقى ريحه في يده يوما كاملا، وإذا وضع يده على رأس صبي عرف من بين الصبيان بهذه الرائحة الطيبة. وإذا تبعه إنسان في طريق وقد افترق الطريق إلى مفرقين، كان يعرف من الطريق الطيب لأنه سلكه رسول الله. فأنت عندما تأتي إلى بيت الله تزور الله، فعليك أن تلبس أحسن ثيابك بعد أن اغتسلت وتسوقت في عود العراق وتعطرت وجئت إلى بيت الله. وأما المرأة فلا يجوز لها أن تتطيب في الطريق أو تخرج من بيتها وهي معطرة. وقد نهى رسول الإنسانية غيرة عليها، فهل تغار كما غار عليها رسول الله؟ أي امرأة، اسمع ما قال رسول الله في حق المرأة إذا تعطرت، أي امرأة استعطرت فخرجت من بيتها فمرت على قوم فوجدوا فشموا رائحتها فهي زانية، وكل عين زانية. أي امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم فوجدوا رائحتها فهي زانية. إذا أن المرأة زينتها وعطرها وطيبها لزوجها، وكذلك محاسنها وزينتها. وأما هي تتخلق بأخلاقه وبحلمه وتواضعه وصبره وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. إذن أيها المحب لرسول الله الذي يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخذ نبراسا لك في النظافة. هو رسول الإنسانية، هو رسول النظافة، رسول الطب، رسول الجمال، رسول الكمال، رسول الإنسانية. نظافة في اليدين قبل الطعام وبعده، نظافة الفم، نظافة الثياب، نظافة الجسم. خذوا زينتكم عند كل مسجد. نظافة المسجد، المسجد بيت الله، فلذلك عليه أن يكون نظيفا. وقد دعا رسول الله إلى نظافة المسجد. واسمع ما يقول أنس رضي الله عنه، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فصار ينظر إلى يمينه في المسجد ويساره وإلى فوقه وإلى تحته، فرأى نخامة أي فسخة في قبلة المسجد، فجاء رسول الله وحكها بيده ونظفها، ورؤية في وجهه الكراهية. هكذا ينبغي أن يكون الإمام دائما يقتدي برسول الله، ينظر إلى مصلحة المسجد باعتبار أنه بيت الله. رأى النخامة، هؤلاء الذين يبصقون إلى في المساجد، أو يبصقون في
والضآب عليهم أن يفتحوا الحنفية حتى لا يبقى أثرها. المصاب بالمد الخطيئة وكفارتها دفنها. رأى بعض الحكماء إنسانا يقصف في المسجد، قال لا تحسب، اسمع هذه المحاورة لعلك تستفيد من محاورة الحكماء وتوجيههم ودعوة الناس إلى الخير. رأى هذا الذي يقصف في المسجد قال لا تحسب، قال كفارتها دفنها. أجابه قال له كفارتها دفنها. قال له أنا أنهاك عن المعصية وأنت تطلب المغفرة، ترك الذنب خير من طلب المغفرة، ترك الذنب خير من طلب المغفرة. انظروا إلى الحكماء، حكماء في الأخلاق، حكماء في الطب، حكماء في النظافة، وهكذا كلهم أخذوا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظافة المسجد، المسجد يمثل المسلمين في النظافة، فإذا دخلت المسجد ورأيت نظافته ورأيته فيه الرائحة المطلوبة الطيبة هذا دليل على أهله فهم يحبون النظافة. رسول الإنسانية دعا إلى نظافة الشوارع، نظافة الشوارع. هؤلاء الذين يدعون إلى في العام مرة واحدة وفي أسبوع واحد إلى نظافة الأسبوع، نظافة. ولكن هذا من ديننا وإسلامنا، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أعلاها قول لا إله إلا الله، أكثر من قول لا إله إلا الله، لعل هذه الشجرة الإيمانية التي غرستها في قلبك تنبت نباتا حسنا وترتفع إلى السماء حتى تصل إلى عرش الله، وحتى تكون قد وصفت بما وصف الله هذه الشجرة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تأكل من شجرة الإيمان، ثم تطعم أهلك وأسرتك، ثم تطعم أصدقائك، ثم تطعم أهل محافظتك، ثم تطعم قطرك، ثم تطعم على حسب كبر هذه الشخصية وشجرتها. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدعا رسول الله إلى نظافة وإزالة القذى من المساجد. لذلك قال في تنظيف الشوارع اتقوا اللاعنين. قال ومن لاعنين يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، هذا ملعون، هذا قد لعن نفسه. هل هناك قانون في العالم كهذا قانون؟ من آذى المسلمين في طريق فقد حق عليهم لعنته، من وضع الأذى في الطريق، فهل هناك سنن؟ لأن معشر المسلمين هناك فارق بين القانون وبين الشريعة الإسلامية. لذلك هؤلاء الموظفون في النظافة ربما يراقبون الناس في النهار، وفي الليل لا يعرفون من يلقي الأوساخ والأقدار والقذى في الشوارع، ولكن المؤمن الذي كان من جملة إيمانه أن يزيل القذى من الشوارع، هل يضع القذى في الشوارع؟ وكيف يستطيع أن يضع الأقدار في الشوارع وربه يراقبه؟ ربه يراقبه. ولذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخميرة الإيمانية في قلب الإنسان المؤمن. لذلك قد يخاف الإنسان من القانون في النهار ويلقي الأوساخ في الليل، وأما المؤمن من جملة إيمانه إزالة القذى من الشوارع، هذا إيمانه. لذلك لما كان يعلم
عمر في بعض الطرق، فسمع امرأة تقول لبنتها: هل يا بنتي هل شفتي الحليب؟ هل خلقتي الحليب بالماء؟ قالت: يا أمة، أليس نهانا أمير المؤمنين عن ذلك؟ قال: أين أمير المؤمنين الآن ونحن في الليل؟ قالت: أين أمير المؤمنين عمر؟ عمر بن الخطاب، وهو يسمع. قالت: أين أمير المؤمنين؟ أين عمر؟ فأجابت ابنتها: قالت: وأين رب عمر؟ فأشر على بابها ودعاها في اليوم الثاني، فزوجها لابنه رضي الله عنهما، وكانت جدة عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعا. هذه المراقبة غرس إيماني ذوقي في قلب المؤمن. لذلك هذا الذي يتخلى في الطريق، كما ترى كثيرا من الناس يبولون في الطرق أمام الرجال والنساء، هل عرفوا الإسلام؟ هل سمعوا هذه التعاليم من أكبر شخصية في العالم تدعو إلى الحضارة والمدنية والنظافة؟ لعل أهل النظافة يتعلمون من هذا الهدي العظيم الذي دعا إليه رسول الله، نظافة بالشوارع. هؤلاء لو أنهم كانوا متصفين بالإيمان الحقيقي لما رأيت الأوساخ والأغزار في الشوارع، لأن الإيمان يرجعهم. ولو لم يكن هناك قانون، ولا صاحب القانون، ولا الموظف، ولا المراقب، فهناك مراقب عظيم يبقى مراقب، وهو الناس نيام. إذن الذي يريد أن يتبع رسول الله في نظافته، في جماله، في صفاته الكريمة، فليهتدي بهديه. نظافته قبل الطعام وبعده، نظافة الفم، نظافة الثياب، نظافة الجسم، نظافة البيت، نظافة المسجد، نظافة الشوارع. هكذا كان مجتمع الإسلام في ذلك العصر. ونحن ندعي الحضارة ونحن في القرن العشرين، أين شوارعنا؟ وأين نظافة بيوتنا؟ لعلنا أن نسمع كلام الله تعالى عندما يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لذلك كان يأمر عليه الصلاة والسلام بالنظافة ويحث عليها، وينهى عن الوساخة والأقدار. لذلك عليك أيها المسلم أن تنهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو البحر الذي لا ساحل له من خصاله الكريمة، خصال تمسك بها بعض الناس من أهل العلم، فإذا بهم قد بزغ نجمهم في هذا العالم الإسلامي. فكيف بمن جمع تلك الخصال العظيمة الحميدة المحمودة عند الله وعند الناس أجمعين؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نتبع رسول الله في أقواله وأفعاله وأحواله، إنه سميع قريب. لحظ إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي سعد يا سعد
جئت ثنيات الوعي حي عني الحي من آل لؤي واجري ذكري فإذا أصغوا له طف لهم ما قد جرى من مقلتين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على من أدمه ربه فأحسن تأديبه، خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، في يوم الجمعة العاشر من ربيع الثاني سنة 99 و300 من الهجرة النبوية الشريفة، الموافق للتاسع من آذار سنة 79 و900، يرفع السيد ياسين علاف أذان الجمعة في جامع العادلية في حلب، ثم ننصت بعد ذلك لخطبة الجمعة يلقيها علينا فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى. وموضوع خطبتي في الأدب، الأدب الذي هو روح الإسلام، الأدب الذي أدب الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول المصطفى عليه وآله الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. الأدب الذي أدب الله تعالى به الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعدهم جميع المؤمنين يتأدبون بهذا الأدب، حيث يخاطب الله تعالى المؤمنين كافة يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. صدق الله العظيم. خطبة الجمعة من فيض هذه الآية القرآنية الكريمة. ومن الجاهلية إلى الحضارة والعلم، ثم
ثم بعدئذ تكلمنا على أنه رحمة للعالمين، ثم بعدئذ تكلمنا على أنه رسول من عند الله من أنفسنا، وكذلك تكلمنا عن الاقتداء به كما أمرنا ربنا تعالى، واتباعه دليل على محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده. وهنا موضوعنا، نتكلم عن الآداب بعد أن عرفنا تلك الشخصية العظيمة، كيف حالنا وكيف أدبنا مع هذه الشخصية الذي اشتباها الله واختارها واصطفاها من سائر الخلق أجمعين، وكيف كان حال أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. لذلك جاء هذا الخطاب بأداة النداء: يا أيها الذين آمنوا. هذا الخطاب في ضمنه وفي حيزته أمر عظيم يستدعي من المخاطبين أن ينتبهوا له حتى يستفيدوا ويعملوا به. فقال: يا أيها الذين آمنوا، وخاطبهم بلغة الإيمان وبلهجة الإيمان، طالما أن الإيمان دغدغ قلوبهم وتذوقوا هذا الإيمان وشربوه، لذلك أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام الإيمان، فلما رأى حلاوته ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، فخاطب من واقعهم ومن بواطنهم ومن شعورهم ومن إحساسهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا. إذن طالما هذا الإيمان سرى في عروقهم، لا بد، لأن الإيمان في المؤمنين الذين عاهدوا الله تعالى واتصفوا بصفات المؤمنين. والمؤمنون من هم؟ المؤمنون الذين اتصفوا بصفات الإيمان. واسمع صفات المؤمنين لعلك أن تكون منهم أيها المستمع، أيها المؤمن. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله بالإيمان، وحاصل نتيجتهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. وأما الكافرون فيقولون: سمعنا وعطينا. إذن أن المؤمن يقول: سمعنا وأطعنا. لذلك خاطبهم بلهجة الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا. والمؤمنون يتفاوتون في الإيمان، منهم من يؤمن عقله، ومنهم من يؤمن قلبه، ومنهم من يؤمن روحه، ومنهم من تؤمن نفسه، ومنهم من يؤمن كله. المؤمن يندفع إلى المؤمن فيؤمن به عقليا وقلبيا. بعد هذا الخطاب الله تعالى يقول للمؤمنين من أصحابه خاصة، وللمؤمنين في العالم عامة: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لما اجتبى الله تعالى رسوله من سائر الخلق أجمعين واصطفاه من سائر الخلق أجمعين وجعله رحمة للعالمين، كذلك اجتبى أصحابه واصطفاهم من سائر الخلق أجمعين. لذلك هذه البطانة المخلصة التي لها كيان في جاهليتهم وفي إسلامهم ولنضاجة عقلهم وتفكيرهم كانت لهم من زحمة الجاهلية. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وهم قد فقهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصحابة الذين مدح
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم واشتباهم. ولذلك قرنهم مع اسمه في تأييد الله تعالى له فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هؤلاء دافعوا عن رسول الله بأموالهم وأنفسهم وأولادهم. ولذلك في غزوة بدر لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين نادى في أصحابه فإذا بهم يقولون: يا رسول الله، نحن لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معك إننا معكما مقاتلون. لذلك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم اختارهم واصطفاهم فدافعوا عن رسول الله بأنفسهم وأموالهم. ولكن بضبها تتميز الأشياء. انظر إلى بطانة عيسى عليه السلام، كانوا صيادي سمك، وكان بعض الحواريين هو الذي أخبر عن عيسى وذهب ببني إسرائيل من اليهود على أن يصلبوه ويقتلوه، وما قتله الله وما صلبه، ولكن رفعه الله إليه. فكانت نتيج هذا الذي دل على عيسى أن كان مصلوبا بدلا عنه، هذه بطانة عيسى. وأما بطانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو استعرضت سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام في السلم وفي الحرب لرأيتهم دافعوا عنه دفاع المسلمين. لعلك تطلع في غزوة بدر وغزوة أحد وغيرها من الغزوات كيف حالهم، كيف وضعهم. جزاهم الله عنا خيرا، فهم الذين نقلوا لنا الإسلام بدمائهم وبأموالهم وبكل ما يستطيعون. وهذه مدينة حلب فتحها أبو عبيدة الجراح وخالد بن الوليد رضي الله عنهما. معشر المسلمين، استقصاء خصال هؤلاء الصحابة لا يمكن بعد أن رضي الله عنهم وقرنهم بنصر الله تعالى فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. على هذا أراد أن يعلمهم الأدب مع رسول الله خوفا من أن يسيئوا الأدب معه فتحبط أعمالهم. لذلك قال لهم: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. معشر المسلمين، هنا لفتة ينبغي أن تنتبهوا إليها. لذلك ما أمر الله أمرا ولا نهى عن نهيا إلا قرن اسم رسوله عليه الصلاة والسلام به. قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال: وأطيعوا الله ورسوله. آمنوا بالله ورسوله. وهكذا إذا ما استعرضت القرآن رأيت أن الله تعالى ما ذكر في آية ما إلا وذكر بجنبها وبقربها رسول الله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه صلاحية عظيمة، صلاحية ينتبه إليها من فكر فيها. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. تأييدا وصلاحية عظيمة أعطاها لرسول الإنسانية وهذه البشرية. ولا غرابة، فقد اشتباه الله واصطفاه الله وجعله رحمة للعالمين. لا تقدم، أي لا تتقدموا، لا في قول ولا فعل ولا أمر ولا نهي إلا أن يبتدئ رسول الله به. فقد ذبح بعض الصحابة في عيد الأضحى
قبل صلاة العيد توقف رسول الله خطيبا كما يقول البراء بن عازب خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، قال أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نذهب فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فهي صدقة. يعلمنا القيادة، يعلمنا أن الكثرة لا بد لها من واحد يوحدها، نظام في العمل، نظام في الصلاة. اسمع كيف كان يوجه الأصحاب في صلاتهم حتى يكونوا نظاميين لا فوضويين، إمام أمامهم وهم صفوف كصفوف الملائكة. لذلك علمهم هذا النظام القيادي فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فلو كبرت قبل الإمام لما صحت صلاته. نظام وقيادة مدنية علمية حضارية أدبية. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. ونهى أن يتقدم إنسان عن الصف أو عن الإمام. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينظر إلى صف معوج، لا ينظر إلى صف معوج، على أن تكون الصفوف منظمة، ولا تكون منظمة إلا أن ينظر المصلي إلى كتفه الأيمن ثم الأيسر حتى تكون الصفوف مستوية، ولا ينبغي أن ينظر إلى قدميه. نظام، تتعلم النظام قبل أن يكون النظام في أوروبا وأمريكا، وكذلك النظام في تركيب الصلاة وأفعالها. فإذا سابق المصلي إمامه فانظر إلى تحذير وإنذار رسول الله لهذا الإنسان الذي يسابق إمامه، فيقول أما يخشى أحدكم إذا رفع من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل صورته صغورة حمار، أن يجعل صورته صورة حمار، لأن الحمار مشهور ومعروف بالبلاد ليس له عقل ولا تفكير، والذين ينصفون كصفوف الملائكة ينبغي أن يكون لهم عقول. وقد قتل رسول الله عقول هؤلاء الصحابة من التقاليد العمياء ومن عبادة الأحجار والوثنية، فلذلك كانت عقولهم وقلوبهم وأفكارهم تنطق بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لعلك أيها المصلي سمعت تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يحذرك من مسابقة إمامك في صلاتك؟ أما يخشى أحدكم إذا ركع قبل إمامه، إذا رفع من ركوع أو سجود قبل إمامه أن يجعل الله صورته صورة حمار. فانتبه وكن دائما مختب، سواء كان في الصلاة أو في غيرها. عندما تكون في مجلس كمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتقدم بالجواب إذا ما سئلت عن حكم من أحكام الإسلام طالما هناك إمام أمامك. لذلك عندما كانوا يسألون في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جواب الصحابة الكرام الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، فلا يجيبون. هكذا الأدب، أدب الحضاري في القرن العشرين وما بعده وما قبله، هذا هو الأدب. أدب في مجالس العلم، أدب في الطعام، فلا يتقدمون عليه بالطعام إذا ما كانوا في مائدة حتى يتقدم قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدب في المجتمع، أدب في الشارع، فلا يمشون أمامه إلا لمصلحة.
وخوفا عليه عليه الصلاة والسلام، وخوف وهكذا معذورون هؤلاء في حرصهم وخوفهم على محبوبهم صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما هاجر مع رسول الله من مكة إلى المدينة كان تارة يمشي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يمشي وراءه، وتارة يمشي من أمامه وعن يمينه وعن شماله. فبين الحكمة من ذلك فقال: يا رسول الله، تذكرت أن الأعداء إذا ما أتوا من قبلنا أكون أمامك ودافع عنك، وكذلك أتذكر إذا ما جاءوا من خلفك فأمشي من ورائك، وكذلك عن يمينك وعن شمالك. أدب، الأدب أغلى من الذهب. لذلك ربنا علم الأدب لرسول الله مباشرة وجعل سورة كاملة تعليما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب مع رسول الله. فالأدب وزنه غال، والمسلم نتيجة إسلامه يظهر في آدابه. أدبك مع إخوانك، أدبك مع أولادك، مع زوجك، مع زوجك، مع المسلمين، مع العلماء، مع رسول الله، مع الله، في خلوتك وفي جلوتك. وهل هذا الأدب في هذه السورة التي سنذكرها لكم خاصة في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معكر المسلمين، عندما انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى كان له خلفاء ووارثون له وهم العلماء، قال: العلماء ورثة الأنبياء، فأولهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هم هو خليفته وهو وارث عنه. وهكذا انتقل الإرث إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة. لعلك أن تسمع معي كيف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، علم الصغار أن يتأدبوا مع الكبار. اسمع، ذاك التلميذ يحكي لنا واقعة وقعت معه عندما كان يمشي أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول: كنت أمشي أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فرآني رسول الله فقال: تمشي أمام خير الناس ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل وخيرا من أبي بكر الصديق. أدب، لأن الأحكام الإسلامية معشر المسلمين تؤخذ من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذاك الصحابي الذي هو أدنى مرتبة من أبي بكر الصديق يمشي هذا الصغير أمام الكبير، فنهى، قال: أتمشي أمام أبي بكر الصديق وهو خير الأولين والآخرين؟ ما طلع الشمس ولا غربت بعد النبيين خيرا وأفضل من أبي بكر الصديق. هكذا يعلمنا الأدب في كل عصر وفي كل زمان، أن يتأدب الأصغر مع الأكبر. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. هكذا إسلامك، ليس الإسلام قوانين اجتماعية، بل هي قوانين وأحكام وآداب وإخلاص وصدق ومراقبة وحب يدغدغ قلوب المؤمنين في خلواتهم وجلواتهم. معشر المسلمين، عندما تقرأ هذه الآية صنف نفسك وفكر في
وضعك حتى تتأدب بما أدب الله تعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. واتقوا الله، ما هي التقوى؟ التقوى هو ترك المحرمات والقيام بالواجبات والطاعات من فرائض وسنن وواجبات. التقوى معشر المسلمين ليست بمرتبة واحدة، تتقي الكبائر فتسمي نفسك متقي، وتتقي الصغائر فأنت متقي، وتتقي الشبهات حتى لا تقع في المعاصي فأنت متقي، وتتقي وتتلبس في حق التقوى. وذلك أن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ما معنى هذه الآية؟ لعلنا ندخل مدرسة رسول الله فنسأل واحدا من تلامذته عن معنى هذه الآية، لأن القرآن لا يفسر بالرأي. لذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفسر الإنسان القرآن برأيه. من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. لذلك نسأل أصحابه وهم أشد لصوقا به: ما معنى يا أيها الصحابي، يا أيها التلميذ المجتهد الملازم هذه المدرسة، اتقوا الله حق تقاته؟ فكان جوابه أن قال: أن تذكره فلا تنساه، أن تذكره فلا تنساه. والضمير عائد على الله، بنيت ضمائرنا على كتم الهوى، فهذا معروف لكل محب يضع في ضميره حب الله. أن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تجحده، وأن تطيعه فلا تعصيه. هذه الترجمة، ترجمة من تلميذ، من تلميذ من تلاميذ رسول الله الذي تفقه في هذه المدرسة التي كتب الله على بابها وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. مدرسة خرجت رجال نقلوا مشعل النور إلى العالم، فأضاءوا على المشرق حتى وصلوا إلى الصين، وأضاءوا على المغرب حتى وصلوا إلى فرنسا إلى بواتيه. هكذا وضعهم، فهل تتأسون بهم يا مسلمون؟ أم هكذا تتراجعون عن إسلامكم حتى صار بكم ما صار؟ يا ربنا ردنا إليك ردا جميلا. معشر المسلمين، أمرهم بالتقوى ونحن أحق بها. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لما ختم هذه الآية بهذا الختم؟ ترى أيها المسلم، عندما يرسل زعيم أو رئيس أو ملك يمهر كتابه بختمه فيسجل اسمه على هذا الكتاب، وقد مهر الله اسمه بهذا الاسم العظيم على هذا الكتاب، إن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم، سواء كنتم في خلوة أو في جلوة أو في الشارع أو في محل التجارة أو في معملك أو في وظيفتك أو في تجارتك، فهو سميع عليم، لا يمكن أن تهرب من سمعه ولا من بصره، فهو يراك أينما كنت. لذلك جاء بعض الصالحين وسأل بعض المربين، قال: أوصني. قال: إن أردت أن تعصي الله فأعصه في مكان لا يراك. إن أردت أن تعصيه
يعطيه بعضه في مكان لا يراه. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يؤدبنا بآداب أصحاب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله التوفيق والثبات، إنه سميع قريب. ثم ارتحلت الى عالمنا هذا
وكل عالم الذي بعده أكبر منه. ثم ننتقل بعد عمر طويل إلى عالم البرزخ، وهو عالم أكبر من هذا العالم بكثير، جمع الله تعالى خلقه من عهد آدم إلى يومنا هذا، وهم كلهم يجتمعون وينتظرون متى الساعة. ثم ننتقل رغم أنفسنا إلى عالم يوم القيامة، وقد ذكر الله تعالى زمنه وهو 50,000 سنة. ثم بعد إذن إلى دارين، إما إلى الجنة ونرجو الله أن نكون من أهلها، ونعوذ بالله من النار ومن أهلها ومن أعمالها. هناك عندما تسأل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. بسأل العادين، لأن العوالم التي يمر عليها الإنسان لحظة، وإذا أردت أن تفكر فكر في أيام عمرك كم مر عليك من السنين، وإذا بك كأنك لحظة عشت لحظة في هذه الدنيا. لذلك عندما استيقظ أهل الكهف وأووا إلى كهفهم وانتبهوا من نومهم قالوا كم لبستم؟ قال لبسنا يوما أو بعض يوم. والحقيقة كم لبسوا في الكهف؟ ولبسوا في كهف 3,000 سنين وزاد الفارق. هذا الفارق بين العام القمري والعام الشمسي 300 و9 سنين. قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. وكذلك عندما يخرج الناس من قبورهم هكذا، فرق كبير بين يمر على إنسان في يوم واحد صاحب عربية بيضت آن يوم السبت وباع من عند الصباح إلى المساء، واحد تاجر باع ساعة بيوم السبت فاتورة 100,000 وهذاك بعشرات، لكن زاد الصورة عليه. هذا يمر عليه ساعة وهذا يمر عليه ساعة، لا إله إلا أنت سبحانك. لذلك أيها الإنسان إذا لم تراقب البدر فراقب من يراقب البدر. الانعكاسات في عالم السماء في عالم الكواكب تعلمها أنت، وربما تنساها عندما ترى البدر ليلة البدر، تراه يضيء على عالم لم الأرض. هل هو نوره منه؟ هل نوره من نفسه أم انعكاسات ضوئية انعكست من شمس الحقيقة على هذا البدر فصار بدرا، وبينه وبين الشمس آلاف وملايين الكيلومترات، ولكن انعكاسات. فلا بعد للأجسام، لا بعد إلا للقلوب إذا ابتعدت، وأما القلوب إذا قربت من محبوبها فلا بعد والبعد للأجسام. لذلك دائما وأبدا ليكن همك هم هؤلاء، ليس لهم في الدنيا وليس لهم هم، ولذلك اطلع الله على قلوبهم فكفاهم همهم، فقضى حوائجهم بتحرك حواجبهم. ولذلك يقول ربنا من أراد مرادي أردت ما يريد، أردت ما يريد، من أراد مرادي أردت ما يريد. لذلك هؤلاء الذين قربهم ربهم فتقربوا، وأحبهم فأحبوه، أعمالهم صارت بالله تبارك وتعالى. لذلك بعض العارفين يقول كن من العارف تكن من الله. اللهم عطف علينا قلوب أوليائك وأحبابك في هذا العالم، وعطف علينا سيد الأنبياء والأولياء، وأكرمنا بصحبته وأكرمنا برؤيته وأحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة بمعيته. يا حنان يا منان يا رؤوف يا رحيم يا ودود يا معطي يا وهاب يا رزاق، سبحانك سبحانك. القلوب أواني،
الجوارح. اسمع اسمع هذه النصيحة وأدخلها إلى قلبك. القلوب أواني، القلوب أواني، فإذا امتلأت من الحق أظهرت أنوارها على الجوارح، وإذا امتلأت من الباطل أظهرت ظلماتها على الجوارح. ولذلك اسمع ما يقول ربنا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ولذلك رسولنا وحبيبنا يقول: من كثر صلاته في الليل حسن وجهه في النهار، لأن قلوبهم امتلأت من الحق فما استأنسوا إلا بالحق، ويرون هذا الوجود مظاهر أسمائه فيستأنسون بالمظهر لا بالمظهر. سبحانك يا من جلب قلوب أوليائه فذاقوا الإنس به في جميع العوالم. اللهم ارزقنا الإنس في عالم الدنيا وعالم القبر وعالم يوم القيامة وعالم الجنة. اللهم زدنا إنسا بك يا رب العالمين، ولا تكلنا إلى ملك الموت ولا إلى رقيب عتيد ولا منكر ملكين ولا رضوان ولا مالك، وارزقنا التوكل عليك وحسن الظن بك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا جميعا ولوالدينا ومشايخنا ولكل المسلمين. سبحانه تجري على قدر. أنا